السلام عليكم. كتير الأيام دي بنسمع فتوى لأي قارئ بيقرأ القرآن الكريم وقال بعد ما انتهى من قراءته صدق الله العظيم، اللي دي بدعة. ليه بدعة يا جماعة؟ لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اللي هو أمرنا باللي احنا قل صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة. والحقيقة اللي أنا شايفها بالأدلة إن قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة إنها واجب، كمان مش مستحبة أو بدعة، لا ده واجب. ليه الواجب؟ إيه الدليل بتاعي؟ قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية 95: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. واللي قبلها: فمن افترى على الله الكذب. يبقى إحنا مطالبين، وده أمر من الله سبحانه وتعالى، بعد قراءة القرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى تصدقوا، قل صدق الله، وقل بالقول قل صدق الله، فإعلان التصديق بكلام ربنا سبحانه وتعالى أنت بتقرأه ده أمر. والآية 87 من سورة النساء: ومن أصدق من الله حديثا. يبقى قولنا صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة أنا شايفه واجب، مش حتى مستحب، ولا هو بدعة أبدا. والله أعلى وأعلم.